رمضان تجلى وابتسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري.